إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. يقول السائل: كنت أمارس العادة السرية في رمضان ليلا ونهارا، والآن ولله الحمد تبت إلى الله تعالى، فما الذي يترتب علي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فبغض النظر عن حكم الاستمناء الذي تقدم في فتوى سابقة، فلا أعلم خلافا في انتفاء الكفارة على من باشر الاستمناء باليد أو بأسباب الإنزال الأخرى كتقبيل الرجل زوجته أو ضمها إليه ونحو ذلك، لأن الأصل عدم الكفارة، وإنما الخلاف في قضائه. وأصح القولين في ذلك أن مباشرة الاستمناء باليد أو غيره لا يوجب قضاء ولا كفارة، وهو مذهب ابن حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرهم، لأن الأصل استصحاب صحة الصوم إلى أن يرد دليل على الإبطال، وإلحاقه قياسيا بالمجامع ظاهر في الفرق لكون الجماع أغلظ من الاستمناء، ويعارضه بعض الآثار السلفية الدالة على أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، منها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وسئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتم صومه. وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة. ومع الحكم بعدم القضاء، إلا أن مذهب الجمهور في إلزامه بالقضاء يمكن حمله على باب الاحتياط، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.